شاي الكابوس الأخضر كوب من الحياة. بعد مرور أكثر من 7 أشهر على إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم، وبعد الوعود التي قدمها رئيس الاتحاد الشيخ أحمد صالح العيسي وبقية أعضاء الاتحاد لأعضاء الجمعية العمومية والجمهور الرياضي بتغيير واقع الاتحاد العام وتجاوز سلبيات الماضي وإغلاق صفحاتها، يا ترى هل سيلامس الاتحاد ما تحتاجه الكرة اليمنية من تطوير وتغيير الصورة السيئة لوضع منتخباتنا ومحاولة تشريفنا في المحافل الخارجية، سواء كانوا لاعبين أو حكاما أو مراقبين أو إداريين؟ تخبط وعشوائية في أروقة الاتحاد تسببت في تراجع منتخبنا الوطني للمراكز الأخيرة في تصنيف الفيفا، وأصبحت دول لا نعرف اسم عاصمتها حتى تتفوق علينا. وعند النظر لأسباب نجاحها نجد أن هناك إدارة تعمل من أجل وطن، من أجل شعب ينتظر، من أجل جمهور رياضي يستحق أن يستمتع. آمال وطموحات ينتظرها شارع رياضي متلهف لإنجاز كروي غاب عنا لأكثر من 10 سنوات، ليبقى لسان حالنا يقول متى سنفرح. طبعا خرجنا على اساس انه نزهه ترفيهيه ونغير جو كذا، يعني بعد العيد على اساس انه كعيديه وكذا. فوجئت بان ولدي يعني تغير وجهه كذا واصفر لونه، حضنته الي وفاجئ بالدم. تبين ان الرصاصه دخلت من فوق القلب شويه يعني وكذا، حصل له نزيف داخلي، دخلت من القولون والمعدة والبنكرياس والأمعاء والكبد. هذه ظاهرة الرمي العشوائي في الأعراس. نيران أفراحكم أحرقت أكبادي. لا أرحمكم الله خير. أتخاف لا أتخاف، الله يجرح لنا. يا لما الله يحنا يبطل، يا لما الله يحنا يبطل، يا لما الله يحنا يبطل، يا لما الله يحنا يبطل. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حديث المساء لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبتدأ قبل أن نخوض في حلقتنا أو في عنوان حلقتنا، موضوعنا الأول لهذا اليوم، نمر سريعا بأهم الأخبار التي مرت بها البلاد.
قال موقع وزارة الدفاع إن 25 شخصا قتلوا في تفجير استهدف تجمع للحوثيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن. ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن التفجير أسفر عنه مقتل 15 طالبة وعشرة مسلحين حوثيين وإصابة آخرين. وكان تفجيرين استهدفا تجمع للحوثيين مدينة رداع عصر يوم الثلاثاء، أحدهما استهدف حاجزا للتفتيش كان بجوار حافلة على متنها طلبة مدارس تتراوح أعمارهم بين 17 و18 من العمر. بالطبع مشاهدين الكرام، هذا جزء من العبث بأرواح البشر، جزء من الدمار الذي يدفع ثمنه الأبرياء في صراع المسلمين فيما بينهم تحت مظلة الدين للأسف. فإلى متى ستستمر حكاية العنف والقتل والتي تسلب اليمنيين أرواحهم كل يوم وتسلب أمنهم وأمانهم أيضا؟ في خبر الثاني، فشلت حكومة خالد بحاح في الحصول على الثقة في البرلمان بعد رفض نواب حزب المؤتمر الشعبي العام للتصويت احتجاجا على إغلاق مقر الحزب في عدن كبرى مدن الجنوب. عقدت جلسة التصويت على ثقة في البرلمان للحكومة التي تشكلت بموجب اتفاق سياسي بين مختلف الأحزاب في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية، إلا أن نواب المؤتمر الشعبي العام انسحبوا ولم يتم التصويت. معنا عبر الهاتف للتعليق في هذا الموضوع الدكتور علي أبو حليقة، عضو كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب، رئيس اللجنة الدستورية. مساء الخير دكتور علي. مساء الخير والعافية. دكتور علي، يعني لماذا لم تمنحوا الحكومة ثقة البرلمان؟ أولا أنا أود أن أصح بعض المعلومات التي لديكم. تفضل معك دكتور علي، تفضل. أولا أريد أصح بعض المعلومات لديكم. لم تنسحب كتلة المؤتمر الشعبي العام، بل أن المجلس بكامل أعضائه علق جلسة اليوم بسبب ما حصل من انتكاسة للعمل الديمقراطي في بلادنا، وهو الاعتداء الذي تم على مقرات المؤتمر الشعبي العام في عدن، في هذا الوقت الحالك يعني من الوضع السياسي، وما كان ينبغي أن تقوم أجهزة الأمر بهذا الموضوع. ذلك أن كتلة المؤتمر طبعا وقفت وقفة جادة في البرلمان، وتضامن معها كل الكتل البرلمانية باعتبار أن الاعتداء على مقرات الأحزاب السياسية تعتبر انتكاسة للعمل الديمقراطي، فطرحنا أننا قدمنا احتجاج في هذا الموضوع. طيب عفوا دكتور علي، يعني عند هذه النقطة، هو طالما هو مجرد يعني احتجاج أو وقفة جادة كما أسميتها لما حدث من إغلاق مقر المؤتمر في عدن، يعني ألا يوجد قضايا أخرى كانت تستحق منكم مثل هذه الوقفات في هذه الفترة؟ المجلس كله برمته واقف أمام برنامج الحكومة، وهناك لجنة خاصة شكلت البرلمان أرأسها في البرلمان لإخلاص ملاحظات وآراء الأعضاء، وكنا قد عقدنا جلسة يوم أمس مع الجانب الحكومي واتفقنا على أسس وأولويات وحزمة من القضايا التي يفترض أن تكون مستهدفة في أداء الحكومة من خلال برنامجها العام المقدم للحكومة. وعلى وشك أننا اليوم نستعرض هذه الملاحظات والتوصيات والأولويات التي اتفقت اللجنة مع الجانب الحكومي، ونمنح موجب الثقة، لكن هناك مؤامرة حقيقة اتجاه لعرقلة منح ثقة الحكومة بإحداث هذه البلبلات وإحداث من قبل من دكتور علي؟ من قام بالاعتداء على مقرات فرع المؤتمر في عدن بالأطقم العسكرية والأمنية، ونعتبرها محاولة لإفشال البرلمان من منح الثقة وتحميل المؤتمر الشعبي العام. تبع ذلك أقول إنه الغرض من ذلك أن هذا الاعتداء يعني، وهناك معلومة مسبقة أن المؤتمر سيقف وقفة سلبية من ثقة الحكومة، وفي الأخير يقولوا أن المؤتمر أوقف أو محجب الثقة عن الحكومة أو انسحبت كتلة المؤتمر، والأمر ليس كذلك. المحاولة السابقة التي سبقت يا أختي العزيزة في أول ما وصلت الحكومة، هناك من كان يتهم المؤتمر أو رموز المؤتمر والزعيم علي عبد الله صالح بأن هناك محاولة لاغتيال ياسين سعيد عمر. طبعا هذه محاولة أخرى
تحاول أن تحجب المؤتمر من أداء عمله السياسي في البرلمان، نحن فوت الفرصة هذه، وواصلت كتلة المؤتمر عملها في البرلمان يعني دون النظر إلى هذه الخزعبلات. وهذه المحاولة الثانية حاولت أن تقصي المؤتمر من عمله البرلماني وتحمل المؤتمر تبعاته، ولكن المجلس اليوم وقف بأكمله يعني وعلق جلساته حتى يعني يفرج عن بقرة المؤتمر وتعتذر الحكومة لهذا الإجراء الخاطئ الغير قانوني. ونحن لم نطلب حماية بقرة المؤتمر الشعبي العام، نطلب حماية كل بالتأكيد دكتور علي، يعني نحن ندين الاعتداء الذي حصل لمقر حزب المؤتمر كما ندين أي اعتداء على أي مقرات حزبية وأملاكها أو أي شيء يتبعها، وكذلك أي مؤسسات حكومية لا شأن لها بما يحدث في البلد عموما. دعنا فقط أن نضم معنا في حوارنا دكتور الأستاذ محمد المقطري وكيل وزارة الشؤون القانونية. مساء الخير أستاذ محمد. معنا أستاذ محمد؟ أستاذ محمد؟ مساء النور عليك. أستاذ محمد، يعني كان في وقت سابق حسب ما قيل بأن الرئيس السابق اسمعني من الهاتف أستاذ محمد حتى تستطيع سماعي بشكل جيد، اسمعني فقط من الهاتف إن تكرمت. نعم أسمعك. إذن أستاذ محمد، يعني كان في وقت سابق حسب ما قيل أن الرئيس السابق وعد برفض أو بأن المؤتمر سيرفض منح الثقة للحكومة، ما تعليقك؟ أعتقد أنه المجلس النواب يمتلك قراره ولا يمكن أن يحصل تأثير من طرف ما أي كان، لأنه الحالة تكون ضمن التصريعات الإعلامية أو إسقاطات الهدف منها إعاقة منح الثقة. لكن مجلس النواب يتمتع باستقلالية في منح الحكومة الثقة وفقا لما تطرحه الحكومة من برنامج يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وأي استشارات ممكن يضعوها أعضاء المجلس وفقا اللائحة على الحكومة أن تجيب على هذه الاستشارات وتأخذ بها إن كانت لها مقتضى من ضمن البرنامج الحكومي. أعود إليك دكتور علي، يعني هل لديكم أي نوايا بمنح الثقة للحكومة؟ يعني أنتم قلت لي حسب كلامك أنكم فقط علقتم الجلسة إلى أن يفرج عن مقر حزب المؤتمر. يعني أولا أطرح بعض المعلومات أو معلومات تفضل سمعتها منكم، أن الرئيس السابق الزعيم علي عبد الله صالح أوعد أو طرح أن هناك أن البرلمان سيحجب الثقة عن الحكومة. هذا المؤتمر لم يحصل على الإطلاق، وأنا أطلب أي قناة أو أي صحيفة أو أي موقف ذكرت هذا الكلام. حقيقة لم يحصل هذا على الإطلاق. أنا أزكي الأستاذ محمد المقطري أن البرلمان سيد قراره، والبرلمان ليس مرتبط بأي حزب، هو يمثل الأمة كلها. جميل. هذا كلام غير صحيح البتة. الجانب الآخر ما يتعلق السؤال، ماذا السؤال يا أختي العزيزة؟ السؤال أنا يعني فهمت من كلامك أنكم فقط علقتم الجلسة إلى حين يفرج عن نعم علقنا الجلسة. نحن إن تم الإفراج عن هل ستمنحون الحكومة الثقة؟ نعم أولا كما قلت لكم أننا في لجنة، أن شكل المجلس لجنة خاصة لصياغة الملاحظات والآراء والأفكار التي طرحت من أعضاء مجلس النواب على حول البرنامج عمل الحكومة. نحن ندرك إدراك كامل، وأنا لست بمفردي هذا الموضوع، البرنامج كله يدرك خطورة المرحلة ويدرك صعوبتها، وهو يتجه اتجاه كامل للوقوف جنبا إلى جنب كفريق عمل واحد مع الحكومة للمساعدة والمؤازرة للخروج من الأزمة الراهنة. وأنا أقول إن البرلمان إذا وقف أو حجب الثقة عن الحكومة بمعناته أننا سنضيف أزمة إلى الأزمات القائمة. إذن ندرك تماما أن المسؤولية أكبر من جميل. مسؤولية المؤتمر البرلمان أكثر من أي مسؤولية أخرى في هذا الظرف. وكما قلت لكم أننا في اللجنة الخاصة التي انبثقت المجلس على وشك تقديم تقريرها كان اليوم، وطلبنا منح الثقة للحكومة
خروج من الأزمة، وطلبنا أنه لابد من التلازم الفعلي والحقيقي بين المؤتمر، عفوا بين البرلمان وبين الحكومة، لمواجهة الأزمة القائمة التي تهم الجميع. الوضع الآن لا يوجد على الإطلاق أن هناك امتناع أو شبه امتناع أو محاولة للامتناع هذا ما أردت الوصول إليه دكتور علي، بأن الموقف موقف فقط لأجل الإفراج عن حزب المؤتمر، ونحن نقف معكم في هذه النقطة بالذات. البلد الآن على مفترق طرق، يجب أن نأخذ بيدها إلى برلمان. شكرا لك دكتور علي أبو حليقة، عضو مجلس النواب في كتلة المؤتمر. عودة إليك أستاذ محمد بريك. أستاذ محمد، يعني تحدث الدكتور بأنه لا يوجد أي موانع حقيقية لمنح الحكومة الثقة، ولكن هو كان مجرد تعليق أو احتجاج لما حدث. إن تم الإفراج ستكون الأمور ربما تمشي إلى بر الأمان وستمنح الحكومة الثقة. أتمنى ذلك، لأن ما حصل اليوم هو تعليق بجلسات بسبب احتجاج أعضاء المؤتمر، كتلة المؤتمر، لما حصل في عدن في مقرات المؤتمر. وهذا الاحتجاج لا يؤثر، ليس له علاقة أعتقد بمنح الثقة، ولكنه احتجاج يفترض أن يكون أيضا أن يسمع له في نهاية الأمر، أن يكون أيضا يتماشى مع كل الأحزاب، لأنه مع كل الأحداث اللي تحصل. صحيح. لكن احتجاج يعبر عن ما حصل للمؤتمر. أما منح الثقة فهي مسألة مستقلة إطلاقا عن هذه الاحتجاجات، باعتبار أنه هذا واجب دستوري على وزير النواب أن يؤدي، بغض النظر عن أي تعليقات بالجلسات المنسية. إذن شكرا لك أستاذ محمد المقطري، وكيل وزارة الشؤون القانونية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لموضوعنا لهذه الليلة حول الاجتماع أو اجتماع المجلس الوطني لحزب الاشتراكي اليمني. انتظرونا بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في موضوع انعقاد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي. بعد أن تعطلت أدوات البناء السياسي والمؤسسي لدى كافة الأحزاب اليمنية، الحزب الاشتراكي اليمني ينظم مؤتمرا استثنائيا مصغرا للمجلس الوطني لقيادات الحزب، شارك فيه قرابة 2000 مندوب في مراجعات للأداء السياسي للحزب وآلية العمل التنظيمي وتوسيع رقعة المشاركة. نحمل هنا في هذه الحلقة أسئلة عن هذا الحزب الكبير. هل يستطيع الحزب الاشتراكي اليمني أن يستجيب ولو متأخرا لنداء التغيير؟ ما هي فرص تمكين الشباب سياسيا قبل أن ينشئه كما قيل في المؤتمر؟ هل تمتلك الدماء الجديدة لدى الحزب مقومات البناء وآليات العمل الحزبي وفق المتغير اليوم؟ ألا يمكننا أن نصف حالة الحراك لدى قواعد الأحزاب عموما والاشتراكي خصوصا أنها حالة صحية، وأنها بشارة تحمل ملامح التغيير لمرحلة تمثل صراع أجيال لتخليق مرحلة جديدة في صناعة السياسة اليمنية وتدير عجلتها الساكنة؟ نرحب معا بضيفينا الكريمين هنا في الأستوديو، الأستاذ صالح ناجي حربي، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، مرحبا بك. وكذلك الأستاذ أسعد محمد عمر، عضو المجلس الوطني للحزب، ناشط شبابي وأحد شباب الحزب الاشتراكي، مرحبا بكما. بداية من عندك أستاذ صالح، يعني ربما أكثر شيء لفتنا في انعقاد المجلس أو عفوا المجلس الوطني للحزب الاشتراكي هو الشعار الذي انطلق منه. نريد معا أن نفكك هذا الشعار: دولة اتحادية ديمقراطية من إقليمين تحتكر السلاح ويسودها القانون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على استضافتكم لنا في هذا اللقاء،
والشعار تقريبا من خلال لفظه واضح انه والحزب الاشتراكي اليمني كان منذ زمن بعيد وهو داعي للحداثة وبناء الدولة المدنية وفي كل المنعطفات التاريخية كان ينادي بعدم استخدام العنف. صحيح قد تؤخذ علينا في الفترة الماضية أنه كانت بين فترة وأخرى تحصل خلافات في إطار الحزب حول التوجهات وليس حول مصالح معينة، ولكنها كانت سرعان ما يلتئم الطرفين في إطار الحزب، واللي كانوا يروحوا ضحاياهم من قيادات الحزب وليس من عامة الشعب. يعني أنه كانت هناك قضايا جوهرية حول توجهات الحزب وليست خلافات مصلحية. لكن ألا ترى معي أن يعني دولة اتحادية من إقليمين تنافي أحد أهم بنود مخرجات مؤتمر الحوار؟ موقف الحزب الاشتراكي اليمني كان واضح في مؤتمر الحوار، ولكن الجميع وقع يعني وهو قدم الأمر. يا أنا كما أعتقد كثيرين يعتقدون مثلي أن التوقيع كان محصور على تفويض فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاختيار اللجنة. ولكن فسرت وكأن الحزب الاشتراكي اليمني وقع عن الست الأقاليم. الحزب الاشتراكي اليمني أعقب ذلك الغموض ببيان باسم الأمانة العامة والمكتب السياسي أنه لا زال يتمسك بموقفه برؤيته على أن هناك إقليمين، لأنه قدمت هذه الرؤية مصحوبة بكثير من المبررات، بينما الرؤية الأخرى حق الست الأقاليم لن يكون لها أي مبرر، ولا زال الحزب الاشتراكي متمسك بهذا. هو صحيح الحزب الاشتراكي معني مع بقية القوى السياسية بأن يعني يناضل باتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولكن في هناك كان التفاف في نهاية جلسات مؤتمر الحوار الوطني حول يعني بعض المخرجات، ومنها مثلا معالجة القضية الجنوبية، فكانت انتكاسة تمثلت بإيجاد ست أقاليم، وهذه الأقاليم أريد منها أن تكون أقاليم إدارية عبارة عن حكم محلي ليس إلا، لأنه لا يمكن إذا كانت دولة لا تستطيع أن تنفق على برلمان وحكومة واحدة، كيف تنفق على 7 برلمانات وبرلمان مركزي؟ أنا أقول 7 لأنه بإضافة أمانة العاصمة كأنها طيب يعني الحزب أيضا سينقسم إلى نصفين. الحزب سينقسم وفقا لرؤيته إلى يعني إقليمين حزبيين. لكن اسمح لي يعني عند حزب عريق له تاريخه الابيض في تحقيق الوحده، الان يعيد هيكله نفسه على اساس قاعده اتحاديه من اقليمين، يعني شيء في هناك اسباب كثيره، لانه الاحتقانات الموجوده في الشارع تتطلب من الحزب انه يسير على الاقل معها وليس في المقدمه، وهو كان ينبغي على الحزب ان يسير في مقدمه هذه المسيرات التي تطالب بالحق لكن الحزب الاشتراكي يراعي ايضا تاريخه وتواجده في الشمال وفي الجنوب، ولا يريد القطيعه، انما يريد بصوره سلسه ان يوجد كيانين حزبيين بمسمى واحد، ولكن كل قياده حزبيه في اقليم من حقها ان تناضل في إطار الإقليم وفقا لخصوصيات العمل الذي تراه وبما يلبي طلبات الناس. طيب أنتقل بسؤال أيضا ضيفنا الأستاذ أسعد محمد، يعني ما رأيك أستاذ أسعد في المتغير الحاضر على مستوى التنظيم الداخلي في الحزب الاشتراكي؟ أولا أعيدها فرصة مناسبة لتوجيه التحية لكل رفاقي ورفيقاتي في الحزب الاشتراكي اليمني من أعضاء الكونفرنس وأعضاء الحزب أيضا خارج الكونفرنس، كما هي الجميع المشاهدين، وأهنيهم بهذا الحدث العظيم في هذه اللحظة
الفارقة. طبعا الحزب الاشتراكي اليمني يعني يحقق إنجازات متطورة في مواكبته لكثير من المتطلبات التحديثية داخل بنيته التنظيمية، وهذه العملية تأتي في إطار التصحيح الداخلي وإعادة رسم السياسة الاستراتيجية للحزب الاشتراكي اليمني، وأيضا عملية التجديد في أطره التنظيمية خاصة بتمكين الشباب والمرأة بداخل الحزب الاشتراكي اليمني. جميل. طيب يعني هل ترون أنه آن الأوان لقيادة الحزب الحالية أن تترجل وتترك المجال أو المركب للقوى الفتية والشبيبة؟ نعم، بس بداية أنا كنت أود توضيح واحد كان في سؤال طرح للأستاذ صالح ما يتعلق بآلية الحزب وفكرة مشروعه من إقليمين، وللتوضيح فإن فكرة أو مسألة الستة الأقاليم هي ليست مخرجات الحوار الوطني. مخرجات الحوار الوطني أوصت بأن تشكل لجنة تدرس الخيارات ما بين إقليمين وستة أقاليم، وبالتالي الوصول بناء على أسس علمية لاختيار الإقليمين، وبالتالي هذا ليس مبرر لحشر الحزب الاشتراكي اليمني كما لو أنه خارج عن مخرجات الحوار، بل هو أكثر تمسك وأكثر قدرة وإدارة فيما يتعلق بالالتزام بتنفيذ المخرجات. فيما يتعلق في سؤالك، ف طبعا ما هو حاصل الآن هو أن مقدمين على عملية الخروج من إنجاح فعالية دورة الوفاة للمناضل عايز صالح عباد مقبل، ولدينا فيها ممكنات لإتاحة واسعة أمام الشباب والمرأة. طبعا هي نسبة قد لا ترضينا كشباب وربما قد لا ترضي نساء، لكن على الأقل خرجنا بضمان 70% للنساء والمرأة، وهي تعد أيضا واحدة من النساء والشباب تقصد؟ طبعا النساء والشباب، وهي واحدة أيضا من النقاط الرئيسية التي ممكن أيضا تحسب للحزب الاشتراكي اليمني على الطريق أيضا أما التطوير وأيضا إنفاذ مخرجات الحوار الوطني. طيب أستاذ صالح، يعني لماذا مجلس حزبي وليس مؤتمر عام؟ هو في النظام الداخلي للحزب توجد حلقة ما بين المؤتمرين. طبعا اللجنة المركزية هي مسؤولة عن الحزب بصورة عامة خلال الفترة ما بين المؤتمرين، وإذا تعذر عقد مؤتمر عام يعقد مجلس حزبي وطني عام، تكون مهمته أو مهمة التحضير له أقل من المؤتمر العام، بحيث أن المؤتمر العام لابد من أن يتوج دورة انتخابية كاملة تبدأ بالمنظمة القاعدية ثم المديرية ثم المحافظة وانتهاء بالمؤتمر العام. لكن كم بالنسبة للمجلس الحزبي كل مؤتمر وآخر هو يعني 6 سنوات بين كل مؤتمر ومؤتمر، إنما تأخرت شوية لأنه البلاد غدا تمشي خارج الدستور. 10 سنوات يعني هي مضت على انقاض المؤتمر العام. 9 سنوات. هل قمتم بمراجعة للدور السياسي للحزب خلال هذه الفترة؟ بوضح صدر. يعني مهمة اجتماع المجلس الوطني الحزبي إنه هو قوامه اللجنة المركزية ولجنة الرقابة والتفتيش الحزبي العليا ولجان المحافظات. يعني عملية حضور هذا الجمع أسهل من عملية حضور المندوبين، وقراراته أقل مستوى من قرارات المؤتمر العام، وطيله صلاحيات أيضا في النظام الداخلي أنه يعدل في بعض فقرات النظام الداخلي وفقا للمستجدات. فكان هذا الاجتماع هو عبارة عن عرس سياسي يعني لتقييم تجربة مش تجربة وإنما لتقييم فترة كانت حافلة بالأحداث بالتطورات والمتغيرات السياسية، وكان للحزب الاشتراكي اليمني فيها دور كبير، وكان لابد من الوقوف لتقييم هذه الفترة ودور الحزب فيها، وأيضا وضع مسارات جديدة لعمل الحزب، العمل التنظيمي والعمل السياسي أيضا. هناك بعض الإجراءات التي ستتناول أو ستلامس هيكلة الحزب سواء على مستوى المنظمات بشكل عام. لكن الحزب يعني شهد عثرات كبيرة لم يجد على يعني خلالها أي تقييم لتلك العثرات أو حتى تصحيح لها على المستوى الوطني. إذا كان عثرات ما بين المؤتمرين فاللجنة المركزية كانت تقف في كل دورة أمام كل ما حصل خلال الفترة ما بين الدورتين وتقيمها تقييم بالسلب والإيجاب، لكن
اللجنة المركزية لا تمتلك الحق في يعني في تغيير سياسة الحزب إلا أن تتحمل مسؤوليتها لفترة محددة حتى يأتي كونفرنس الذي هو المجلس الوطني الحزبي أو المؤتمر العام. فالأحداث كانت تقيم وما يحصل طبعا خلال هذه الفترة من ذو المؤتمر العام الخامس للحزب لم تحصل هناك أي مشاكل في إطار الحزب نفسه. طيب ولكن مشاكل البلد بشكل عام كانت. أستاذ أسعد، يعني قال الدكتور ياسين أنه آن الأوان لتقييم التحالفات والسياسات والانتقال إلى صيغ جديدة من التحالفات التي تفرضها المستجدات في الحياة السياسية. كيف تقيم أنت يعني كشاب سياسة التحالفات للحزب خلال السنوات الماضية؟ طبعا يجب أن ننطلق في عند تناولنا مثل هذا الحديث من المتطلبات الرئيسية التي صارت فارضة نفسها خلال هذه الفترة والأحداث التي تشهدها البلاد في خلال يعني التجربة السابقة أو الفترة السابقة معذرة للتحالفات اللقاء المشترك. كانت تحالفات ناجحة وفيها يعني لها ما لها وعليها ما عليها، لكنها في إطارها العام كانت عبارة عن تجارب ناجحة أدت دورا معينا لمرحلة مهمة. الآن طيب يعني عفوا عند نقطة يعني أنه لابد أو آن الأوان للانتقال إلى صيغ جديدة من التحالفات، من يقصد بالصيغ الجديدة في التحالفات؟ هو لو تركتني كنت سأصل إلى نفس الآن البلد تعيش أوضاع مختلفة والأحداث مساحة الأحداث طمرت مختلف القوى السياسية، وبالتالي وصار فيها أقوى تكتل كان الذي كان فيها الحزب الاشتراكي جزء رئيسي من اللجنة المشترك، صار مكون من المكونات الضعيفة في مواجهة هذا، صار المجال أوسع سواء على مستوى الحراك الشعبي أو ما تلاها من أحداث عقب ثورة 2011 ثورة براير 2011. هل أفهم من كلامك أن الحزب الاشتراكي ربما ينتقل إلى مربع الطرف الأقوى؟ يفترض أن يتحول، مش إلا الحزب الاشتراكي وكل الأحزاب، المرحلة تتطلب أن يكون هناك اتساع فعلا وتحالف قوي واسع مختلف القوى والفعاليات السياسية لإنجاح المتطلبات الراهنة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في تحقيق الدولة وبسط سيادتها واستعادة هيبة الدولة وسيادة النظام والقانون، وأيضا الوفاء بالالتزامات المفروضة على اليمن خاصة. وهذا ما أود أن أنبه له بقوة، أن الوضع أو عودة الأمور إلى يد القوى السياسية على المستوى الوطني يتطلب فعلا أن يكون هناك تحالف واسع في مواجهة من يحاول أن يعيق أو يسلب الدولة ويسلب أيضا العمل السياسي ومسارها الصحيح. ولكن ألا يصدم هذا المنطلق مع بعض أهداف ومنطلقات الحزب؟ على أي أساس؟ هو لا يصدم. حاليا دخلت القوى السياسية مؤتمر الحوار الوطني شكل من أشكال أي تحالف جديد بين قوى اجتماعية تجاوزت الأحزاب السياسية واتسعت إلى أن شملت شرائح مختلفة. اتفاق السلم والشراكة أيضا أطرافه صارت قوى مختلفة، وصرنا أيضا بحاجة لأن يكون هناك المزيد من الوفاق والاتفاق أيضا بين مختلف هذه الأطراف، وأن يكون هناك جبهة أوسع أيضا لضمان تحقيق أو تنفيذ هذا الاتفاق. طيب أستاذ صالح، يعني أريد أن أعرف على أي أساس يتم اللجوء أو الذهاب إلى تكوين مثل هذه التحالفات؟ هو الفترة الراهنة تشهد تناحرات بين بعض القوى السياسية. بعض القوى السياسية تستخدم وسائل العنف لإثبات أمر واقع ولكي تكون هي اللاعب الرئيسي فيه، والحزب الاشتراكي سيمد يده وهو يمد يده الآن إلى كل القوى السياسية المؤمنة بالعمل السلمي. فكثير من القوى السياسية المهمشة التي تؤمن بالعمل السلمي فيما لو تحالفت ستشكل كتلة تاريخية قوية، ولكنها في نفس الوقت لا تلغي علاقات الحزب يعني بزملاء العمل حتى وإن كان يختلف معهم في بعض التوجهات، سواء في العمل يعني السياسي أو حتى في التحالفات. نحن ما نقولش التحالفات إنما التنسيق، لأنه ما فيش حزبين في اليمن قد وصلت إلى مستوى التحالف، هو كله تنسيق سواء في إطار اللقاء المشترك أو مجلس التنسيق الأعلى للأحزاب
تجمعهم المظالم والمكاسب. أيوة تجمعهم كذا وأحيانا تفرقهم. طب يعني أنا ما أفهمها أن التحالفات لابد أن تكون على أسس وطنية. لمحاربة يعني مثلا فساد ما، لمحاربة جهة ظالمة، لتوضيح رؤية مشتركة لمجموعة من الأحزاب مثلا أو لمجموعة من السياسيين. لكن يعني أن يكون على أسس منطقة القوة والغلبة هذا شيء يعني ربما لا يدخل العقل كثيرا. أيوة هذا هو الحزب الذي هذه الفكرة التي يرفضها الحزب على أنه لا تكون التحالفات على أساس القوة، لأنه الحزب لا يريد أن يكون حليف يعني لمركز قوة يعني يسيطر ولا يعني يراعي حقوق الآخرين، لكنه يبحث على حلفاء أو أصدقاء مشاركين في العملية السياسية السلمية حتى وإن كانوا ليست لديهم القوة، حتى لأنه هو يسعى لتحويل النضال إلى عمل سلمي سواء كان في إطار المسيرات السلمية أو الاحتجاجات أو أيضا الحوارات، لأنه هذا كله عمل سلمي حداثي يتناقض تماما مع استخدام القوة لفرض سياسة الأمر الواقع أو يعني للسيطرة على بعض مكامن السلطة والتجهيل وتهميش الآخرين. اسمح لي أستاذ صالح يعني حتى لا نذهب بعيدا عن الحديث عن المجلس الوطني للحزب، يعني وسأسمع إجابتك بعد الفاصل. هناك العديد من الشباب أبدوا اعتراضهم على طريقة الترشيح للجنة المركزية التي حصلت قبل المؤتمر كونها لم تتم بصورة ديمقراطية وأن المقاعد الشاغرة جاءت للمقربين من القيادة الحالية. أسمع ردكم بعد الفاصل. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود إليكم. أنا والضيوف مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عودة إليكم. المعذرة منكم، أسمع جوابك على سؤالي قبل الفاصل أستاذ صالح. يعني اعتراض يعني العديد من الشباب حول طريقة الترشيح، يعني كما قالوا أنها تكون بصورة ديمقراطية طبعا للجنة المركزية التي حصلت قبل المؤتمر. هو يقال في المثل أنه رضاء الناس غاية لا تدرك، ومن الصعب أن يتم أي عمل دون أن تظهر بعض الانتقادات أو يعني شيء من التظلمات أو الاحتياجات على طريقة إجراءه. لكن عندنا في اللي حصل أنه كان هناك 32 عضو ممن وافاهم الأقل أو فصل خرجوا من الحزب والتحقوا يعني بأحزاب أخرى. يعني سنوات عديدة صحيح؟ أيوة 32 عضو، هؤلاء كان لابد من اختيار شواغر بدلهم. فالشواغر أسندت، الاختيار أسند إلى المحافظات التي كانوا يمثلونها قبل وفاتهم أو قبل فصلهم. وفي هناك كان إضافة لتجديد القيادة الحزبية العليا التي هي اللجنة المركزية بالشباب والنساء، والإضافة كانت قوامها 100 عضو وعضوة. وزعت هذه النسبة على المحافظات على كل المحافظات، وكلفت المحافظات بأن تختار وتعتبرهم شأنهم شأن القائمة الوطنية التي كان يعطى لكل محافظة عدد محدود تختارهم، والمجلس العام أو المؤتمر يصادق عليهم مصادقة فقط. فكل ما حصل هو أن المحافظات هي التي اختارت ولم تكن اللجنة المركزية. اسمح لي أن أستمع رأي أحد الشباب في هذه النقطة. طيب أولا في البداية حالة الحراك الواسع حول هذا الاستحقاق المهم داخل الحزب الاشتراكي اليمني هو يأتي انطلاقا من إيمان الشباب والمرأة بأنهم صار لهم مكانا واسع وبحاجة أيضا إلى مساحة قوية جدا داخل الحزب الاشتراكي اليمني، خاصة أيضا أنه هي مترافقة مع أو ضيق هامش العمل الحزبي بسبب الظروف التي تشهدها البلاد،
وهذا الحراك الذي يعاني منه الحزب الاشتراكي اليمني في هذا ربما ستعاني منه مختلف القوى السياسية، خاصة بعد توقف كثير من الآليات لدى معظم الأحزاب. نحن كشباب داخل الحزب الاشتراكي اليمني نجد، يعني صحيح أن هذه المساحة ربما لم تلبي التطلعات، لكننا أيضا في المقابل نجد فيها مقارنة بأحزاب أخرى أنها تعطينا لكن مساحة أوسع. العادة لا يقارن الشخص مكانه بالأسوأ، هو يقارن بالأفضل. يعني طالما أنتم تشعرون بأنكم يعني هضمتم، وكنت أظن أن القوى الشابة داخل الحزب يعني ربما تضغط بشكل أكبر لتحتل مقاعدها وكلها قرارها السياسي داخل الحزب، فلما يعني تجدون أنكم ستقبلون بالأمر؟ لا، بل نكون أكثر نجاح لو حدث هذا الحراك داخل أحزاب أخرى. لكن طبعا داخل الحزب الاشتراكي ربما تجربتكم هي تكون الرائدة، كما اعتدنا من الحزب الاشتراكي أن يكون نموذجا يعني يقتدى به، أن يعني لنقول يعني تحسدكم حسدا إيجابيا لإصلاح ما بها من أخطاء وتحاول أن تحذو حذوكم. ربما أجد نفسي معني في هذه القضية بأمرين، أول في مسألة الدفاع عن الحزب الاشتراكي اليمني، وأجد فيها أيضا أنها مقارنة بغيره من القوى السياسية أنه حقق مساحة كويسة جدا، وأيضا يعني كشاب، وهذه أنا لا أجد فيها فعلا أنها تلبي طموحنا كشباب داخل الحزب الاشتراكي اليمني، لكن عندما نضحى بالمقارنة وأنا أتمنى أن يكون هذا الصوت تضامني بيني وبينك وبينكم مختلف المشاهدين والشباب في أن تتسع مساحة الحركة هذه سواء داخل الحزب الاشتراكي أو داخل الأحزاب الأخرى. أستاذ صالح، يعني هناك تركة مثقلة ربما بالجروح والاحتقانات ترسبت خلال الفترة الماضية، كيف يمكن للحزب أن يتجاوزها وأن يقف على قدمي بقوة وأن يكون كما قلنا؟ يعني نحن نعرف الحزب الاشتراكي حزب تقدمي يساري لديه مواقفه الوطنية وتجربته الكبيرة في الحكم، يعني في الوحدة، في يعني الشراكة الوطنية، كيف يمكن له تجاوز كل ذلك؟ اسمح لي ولن أكمل فقرة صغيرة بما قالوها الأستاذ أسعد، أنه كانت هناك لائحة، اللجنة المركزية في دورة العاشرة أصدرت لائحة تحدد فيها شروط الاختيار، وهذا الاختيار كان خاضع لمفاضلات في إطار المحافظات، ويعني النهوض بالشباب إلى العمل القيادي ليس فقط مكانه اللجنة المركزية وإنما أيضا في لجان محافظات هناك، فهناك من تم اختيارهم إلى اللجنة المركزية، وهناك أيضا طابور آخر الذي سيتم انتخابهم في لجان المحافظات. والشباب المستحقين لأن يكونوا في هذا الإطار القيادي الأعلى هم كثيرون، لكن العدد محدود، لأنه الآن بيصبح عضوية يعني حجم العضوية في اللجنة المركزية 418 عضو. 418 عضو، هذا حجم كبير يعني اللجنة المركزية. لكن في الفترات القادمة يعني أنه ممكن تستوعب بعض الشخصيات. لما لا يكون الآن أستاذ صالح، يعني لما لا يترك المجال للشباب بشكل أكبر؟ لما لا يعطوا الثقة بأنهم قادرون على صنع شيء وأنتم تبقون؟ يعني لن نقول أنهم قد يستغنون عنكم، أنتم المرجعية الأساسية، أنتم الخبرة التي يعودون إليها، أنتم الأساس في نهاية الأمر. يعني هم الطاقة فعلا والأكثر تأهيل لقيادة الفترة القادمة، لكن خروج ذوي الخبرة في دفعة واحدة أو بنسبة أكبر، لأنه لابد من وجود مراعاة لنسبة المناضلين ذوي الخبرة ونسبة الشباب، ونسبة حتى نسبة الشباب ليست محصورة في سن محدد. نحن نرى بأنها حتى 45 هذول يعتبروا شباب. جميل، صحيح. بالنسبة لنا نحن قد تجاوزنا المراحل بكثير، ونتمنى أنه يحصل إحلال سريع، ونحن على مشارف المؤتمر العام السادس، لا أدري الفترة الزمنية اللي تفصلنا عنه لأنه الظروف هي اللي بتحدد الفترة، لكن كاستحقاق موجود مؤتمر عام سادس للحزب، وهو كفيل بأن يسلخ مننا مجموعة كبيرة. جميل. أيوة. ويضيف أيضا عدد جديد من الشباب. طيب. وهذه بتكون هي أيضا فترة اختبار للشباب، لأنه ليس كل شاب يعني قد يكون موفق
في عمله. صحيح في نهاية الأمر هو بحاجة يعني هو بحاجة إلى متابعة بحاجة إلى مساندة بالتأكيد هذا شيء يعني أو مماشاة من النكران يعني من النكران أن نقول أن لن يعودوا إليكم، ولكن اسمحوا لي فقط أن نذهب إلى هذا المقتطف من كلمة الأستاذ ياسين سعيد نعمان التي ألقيت في جلسة الافتتاح. الجلسة الافتتاحية للمجلس الشعبي الوطني دورة الرفيق العزيز المناظر علي صالح عبار مقبل. تقديرا ووفاء لدوره في قيادة الحزب في أصعب الظروف التي تعرض لها للتصفية وكثير من المشكلات بعد حرب 94، فكان هو المناضل الشهيد قرب عمر نعم القائدين اللذان قادا هذا الحزب في تلك الظروف، ومعهما كل قيادات الحزب ممثلة في اللجنة المركزية والأمانة العامة ومكتب السياسي يوم ذاك. لينعكس بصورة إيجابية في تجديد الهيئات وخاصة في اللجنة المركزية، حيث ستصل نسبة المرأة والشباب إلى حوالي 70% من إجمالي الإضافة والإحلال، والبالغ حوالي 132 عضو. وسيسهم هذا التجديد وبمثل هذه النسبة في تحسين تركيبة اللجنة المركزية، والذي يفترض أن ينعكس على بقية الهيئات القيادية. لا يكفي أن نعلن هذا كقرار، ولكن يجب تنفيذه في الواقع مباشرة في هذه الدورة للمجلس عبر الانتخابات اللجنة المركزية والشباب والنساء وبعد ذلك فيما يتعلق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا ما سمعناه أن تصل المرأة والشباب أيضا إلى 70%، هذه بادرة جيدة سواء على المستوى الحكومي الرسمي في التوظيف وفي الاعتماد عليهم، أو حتى على مستوى القطاعات الحزبية. أستاذ يعني أسعد، يعني هل يعني كان يتحدث الأستاذ صالح بأنه سنعطيهم فرصة، ولكن يعني ليسوا كل الشباب قادرون على العمل الإداري بشكل قوي. أنتم الشباب هل ترون أن هناك قوة شابة ممكن لها أن تدير العملية السياسية للحزب وسط كل هذه الضغوط المربكة؟ هل لديكم هذه القدرة؟ ولست بحاجة لتذكير قادة الحزب الاشتراكي اليمني بأنه خاضوا تجربة ناجحة جدا في مرحلة الشباب في إدارة الثورة في الجنوب، وإدارة الدولة كانت من أنجح الدول على مستوى المنطقة، إلى أن تكون حصلت في مسافات مختلفة عالميا في مجالات مختلفة. يعني يجب عدم الاستهانة بقدرة الشباب، لكن وأيضا يعني لا أخفيكم سرا أنه لن يتم تجاوز أو سيتم عزل أو إبعاد كما يتصور البعض أو يسعى بهذا الشكل من المبالغة، لكننا أيضا في الحزب وعملت مختلف الهيئات القيادية على الإعداد الجيد لذلك وضمان الاستفادة من هؤلاء كحكماء داخل الحزب الاشتراكي من خلال في هيئة القيادية العليا، من خلال المجلس الاستشاري، والذي يعد أيضا واحدة من الخطوات القادمة التي يتجه إليها الحزب في عملية الإصلاح البنيوي داخل إطار التنظيم. طيب أستاذ صالح، يوم غد هو اليوم الختامي، هل يمكن لنا أن نعرف إلى يعني أن نستبق ربما الأحداث خلال هذه اليومين، ما الذي توصلتم إليه قبل أن يعلن ختام المجلس الوطني؟ هو بكرة سيصوت المجلس الوطني أو مندوبو المجلس الوطني على العضوية بالنسبة للمضافين بالنسبة للأعضاء الجدد في اللجنة المركزية. طبعا هم انتخبوا من قبل محافظاتهم، وهنا في المجلس الوطني سيتم المصادقة على قرارات المحافظات، وسيعقب ذلك بيان ختامي وعدد من القرارات
الصادرة عن هذه الدورة تتعلق بسياسة الحزب، وتتعلق أيضا بالقضية الجنوبية، وأيضا تتعلق بالهيكلة الحزبية الهيكلة الحزبية، وما يمكن إجراءه من تعديلات في الوثيقتين، البرنامج السياسي والنظام الداخلي، على مسؤولية المجلس الوطني إلى حين يأتي المؤتمر العام السادس. ربما الوثيقتين تحتاج إلى يعني تغيير جوهري، ولكن ليس من صلاحيات المجلس، إنما ستعلق بعض المواد، وسيتم العمل بما هو ممكن وفقا للمستجدات والحيثيات التي هي الآن موجودة على المستوى الوطني. وهناك بعض المقترحات لا أريد استبقها فيما يتعلق ب يعني التأكيد على رؤية الحزب حول القضية الجنوبية. الرؤية التي قدمها الحزب للمؤتمر إلى مؤتمر الحوار الوطني والهيكلة الحزبية ربما تتناسب مع هذه الرؤية. جميل. طيب أستاذ سعد، هل برأيك يتحمل قادة الحزب الاشتراكي كأي قادة أحزاب مؤثرة في البلد يعني جزء من فشل العملية السياسية في اليمن؟ طبعا ربما الظروف قد تكون أكبر من لكن هذا يجعلها وضعها القيادي يضحى أمام استحقاق من هذا النوع كالتزام أخلاقي وسياسي لا تستطيع أن تخرج منه. إذن هذا التغيير يعني بالطبع الذي طال الحزب الاشتراكي، وأيضا الحركة التي حدثت خلال الجلسة هذه التي المجلس الوطني للحزب، هو تغيير نتمنى أن يطال الكثير أو يطال بقية القوى الموجودة على الساحة، والتي من شأنها ربما تغيير مجريات أحداث البلد إلى ما هو أفضل، يعني كونها ربما تحقق مطالب شباب وثوار من خرجوا في الجنوب الوطن وأيضا في الشمال في ثورة 2011. شكرا لكما ضيفي العزيزين، كنتما معي عبر الهاتف في الاستديو حول انعقاد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي، الأستاذ صالح ناجي حربي عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، الأستاذ أسعد محمد عمر عضو المجلس الوطني للحزب وأحد ناشطي الحزب. سنتابعكم يوم غد إن شاء الله عبر الهاتف لنعرف ماذا وصلتم إليه من نتائج. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في حلقة الغد، كونوا برعاية الله وأمنه.